من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ طيبين؟ يا أهلا بك، يا أهلا وسهلا. حياكم الله جميعا. أخوي قد منتغم في الله، عندي 3 أسئلة وأتمنى. أنت سني؟ كيف؟ أنت سني جنابك؟ إيه. يا أهلا بك. نعم صحيح، أنا عندي 3 أسئلة. أول شيء، ما راح أسيء الأدب، وإذا أنت سأت الأدب أنا مضطر أني أقفل النقاش وأسكر. لا لا تمام؟ ما احنا ما نسيء الأدب، السني يسيئون الأدب دائما. لا، على كل حال، تو بداية الحوار، أنا تابع أكثر لي زمان، أنا عندي لك 3 أسئلة وأتمنى أنك تجيبهن إذا أنت تعتبر نفسك رجل دين ورجل بدون هالمقدمات، بدون ادخل أنت الآن، ادخل بالأكل لو سمحت. جميل جميل جدا. الحين اثبت لي، السؤال الأول اثبت لي أن القرآن محرف. تمام، تفضل ادخل على جوجل. أدخل على جوجل لحظة. أنا عندي كمبيوتر أشاهدك منه، كمبيوتر أبحث. الله يزيدك إن شاء الله كمبيوترات. طيب دخلت على جوجل. اكتب عن أبي يونس مولى عائشة. عن أبي يونس مولى عائشة، اكتب لها مصحفنا. طيب السلام عليكم. أيوة أكمل. أقرأ. أنا بيونس مولى عائشة، إنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها نصحا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فلما بلغت أذانتها أبى أمرك علي، احفظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. طيب أكمل بعد ولا في شيء اللي قلته؟ لا خلاص. أنت تعرف طيب. عائشة امرأة عالمة ومأمورة تبلغ الدين، والنبي قال طيب. خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، مو امرأة سهلة. طيب عائشة سوت مصحف ضافت به كلمتين وصلاة طيب. العصر. طيب أنت شك أن محمد عليه الصلاة والسلام هو شخص غير مرسل من الله؟ جاوبني إيه أو لا. هاش دخل بموضوعنا؟ بجيك بالكلام، أنا بعلمك شلون هي لها دخل. هل أنت تشك أن محمد عليه الصلاة والسلام؟ بتعلمني إيش؟ بتعلمني إيش؟ أنا بقول لك، أسألك، هل أنت تشك في أن محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت إيش تبي تعلم؟ خذني على قد عقله وجاوب. طيب راح نتكلم عن نبيك صح؟ طيب شوف، بدون إسهال، نبيك نبي، دينك ديني، مذهبك مذهبي، خلنا نوصل أنا وياك النقطة الاشتراكية. يا عزيزي أنت ليش تسيئ لي؟ أنا ما راح أسيئ. خب أنا نبي مو نبيك، ليش تجبرني على هذا الشيء؟ ليش تجبرني؟ قل اللي تبع. أي نبيك؟ أي نبيك؟ إيش الحكمة الإلهية؟ أي نعم نبيك. أنا أشك بي، أشك بي، أي أشك بي أنه نبي. طيب إيش الحكمة الإلهية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون زوجته بهذه الأوصاف اللي أنت وصلها؟ هذا الآن مو موضوعنا.
هي إيه تقول عائشة أنا الحين عندي كتب ما فهم عبا أفكر أنه أنا جالس أطعن بعائشة وأقول لأن رجلا نزل بها أجنب ويريد يقول لي عرض النبي وأنا أقول لنبيك مجنون يهجر وزوجها وهو مسحور كما قالت عائشة. هو راح وين بابا؟ أنا ما جالس أطعن بها، ركز وياي ركز، أنا ما جالس أطعن بها الآن، ما جالس أطعن بها، أنا جالس أقول هي عالمة، كيف كتبت مصحف، كيف كتبت قرآن وضافت فيه كلمتين وصلاة العصر. طيب هذا الرواية أبو يونس، ركز وياي ركز. أبو يونس يقول أنا جالس وياها بالغرفة وقالت لي نكتب مصحف نتسامر نتونس، يقول من كتبنا المصحف من وصلنا لهاي الآية ضافت كلمتين وصلاة العصر اللي هي ما موجودة بالبيت عندك بالقرآن، ما موجودة. فشلون عرس رسول الله هذه المرأة العالمة الغير معلمة تزيد بالقرآن والزيادة من التحريف والعياذ بالله؟ طيب بفهمك أدينك يا رجل، أنت الآن تقول عائشة أن شخص أن القرآن أولا محرف، جاوبتيني أنه عائشة عليه السلام أنها قالت أضيف صلاة العصر لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول ذلك، صحيح؟ طيب إيش الحكمة الإلهية؟ إيش الحكمة الإلهية أن عائشة أم المؤمنين تنحرف عن مسار الرسول؟ إيش الحكمة الإلهية؟ إذا السؤال هذا أنا وياك ما وصلنا لوجهة نظر، عندي سؤالين آخرين. مين أنت؟ أنت أخي كريم بيكشي يعني صاحب الله عليك. لا يا أخي بس أنا وياك ما توافقنا على وجهة نظر. طيب نترك السؤال هذا. لا ما نتركه. لا ما نتركه. لا. إحنا موضوعنا. اثبت لي إن القرآن محرف. أنت ليش ما تهدئ؟ كيف؟ إيش تريد؟ عيد هاي الجملة، خلي الجمهور يسمع. سمع. إيش تريد أثبت لك إيش؟ اثبت لي إن القرآن اللي بين أيدينا محرف يا أخي. سهل. أنا مواطن بسيط. بس أنا مسلم صغير. بس أنا ما جالس أجاوبك. إيه صحيح. أي صح. الله. قول لي نعم. شوف. إيش الحكم الإلهي؟ أنت طعنت بعائشة، أنا شفت لك كذا مقطع ودينك ونبيك وصص. لا مو معقولة مخابي لهالدرجة، والله مو معقولة قسما بالله. يا جماعة. صديق كذي. لا مو لهالدرجة. ثبت لي إن القرآن محرف، قلت لي رواية وما رواية من الأمور هذه. طيب ثبت لي إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. شوف وين راح. مريض هذا والله. ليه مريض؟ أخي كريم. تعرف تعرف وين علاجك؟ على قولة العراق الدلة. تعرف وين علاجك؟ عراقك. علاجك تعرف وين؟ وين؟ تروح ترقص أخي بالرياض، موسم الرياض. أرقص الرياض شرفتك، الرياض أصلاً جينا على بعران وعلمناك. طيح الله حظك وأنا جالس أطعم بيها، ولك أنا ما أطعم بيها يا الغبي. لا تخطي، ولك حنا جينا. ولك ما أطعم بيها، شاب. على ولك ما أطعم بيها أنا، هذا عبالي جالس أطعم بيها. هندوسي. ما يدري أنا أحبها والله. يا حيوان، أنا محترمك. ولك أنا ما جالس أطعم بيها، بالعكس أنا أدعو أن تكون الرياض في مكة وفي كل مكان. حتى السنة يرقصون احنا نرتاح. عاصم السنة احنا اهل الدين. احنا اهل الرقص قولها. انت احفاد، انت شروكي، انت اجدادك هندوس وهنود ورومان، تنظف حضائر الرومان يا كلب. شكرا لك يا احلى. انا ابوك لو سطف. شكرا لك يا روح ارقص، روح ارقص. مريض خطي. هو قرأ الرواية بس ما أدري إيش صار بينصدم، اللي هو حول على عبد الوهاب، وعبد الوهاب وبن وهاب وابنهم وهاب الصغير. هو قرأ الرواية عائشة كتبت مصحفا خاصا بها وضافت فيه وصلاة العصر، هذا تحريف زيادة، تحريف زيادة.
كيف عائشة تحرف كلام الله؟ يقول معقول النبي يتزوج لوحة طوط؟ إيه نبيك مخبل، هذا مو موضوعنا. كيف عائشة تحرف كتاب الله عندك؟ يقول طيب شنو رأيك بعبد الوهاب؟ عبد الوهاب منو عبد الوهاب؟ وهاب منو؟ هم مرضى والله بيهم شيخ، هذا مو طبيعي. سني بعد سني رب قامس.